السلام عليكم. رانا في الاندلس في بلاد الزيتون وفي موسم الزيتون. هاي شجرة الزيتون هنا في اسبانيا كيفاه دايرة؟ صغيرة بصح تولد الله يبارك. علاش تولد؟ برشا كيما هنا عام كامل وما مقابلينها، يفرسوها يحرثوها يزبروها. والزيت تاع اسبانيا من اجود الزيت في العالم، يصدروا كاع للعالم، وثاني ترخيصة بالنسبة للدخل الفردي تاع اسبانيا، رخيصة يعني كاع الناس هنا تاكل زيت الزيتون، كاين اللي يقلي بها البطاطا. وحنايا تلقاها الشجرة شارفة نايضة في وسط العلايق، ما يفرسها ما يزبرها ما يلقمها، من عام للعام يدي المخطف ويروح يجيب طلعة ويجي، ومن بعد يقول لك زيت الزيتون سنة ما ولدش. بيان سور ما يولدش، انت الشجره ما تقومش بها تحوس تولد. هاو كيفاش تولد الشجره تاع الزيتون؟ ومن بعد كي ما يكونش كاين الانتاج واشنو؟ من بعد الزيت تغلى، وكي تغلى الزيت الناس ماشي كاع من بعد يقدروا يشروها، ماشي كاع يقدروا ياكلوا زيت الزيتون باش كلمه تغلى بالنسبه للدخل الفردي الجزائري. ومن بعد المساكن يولوا ياكلوا في زيت سانغو. المهم دوك احنا رايحين في الطريق، ان شاء الله نتلاقاو مع الناس يكونوا ينحوا فيه، نشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش ينحوه، خاطرهم عندهم واحد المخطف الكتريك اللي يهزوا به الشجره، وكاين عندهم واحد الماشينه ثاني تدخل من تحت تهز الشجره ويطيح الزيتون في فمها. وثالث نديروا دوره للمعاصره ونشوفوا كيفاش يخدموا الناس في المعاصره. ملايين الهكتارات مغروسين بالشجره تاع الزيتون، بيان سور كيصدروا الزيت للعالم. هاي الطريقة كيف اسبانيول يغرسوا الزيتون. البلاصة هذه كانت غابة، فرسوها وغرسوها، والشجرة كي يغرسوها يديروا لها البالو باش الشجرة تكبر مسلسة. كي لقطوها مانوال تجيهم سهلة، ومنطوي يقدروا لقطوها بالماشينة، باسكو مو الماشينة ما تخدمش الشجرة المعوجة، تخدم غير الشجرة المسلسة. دير فمها من تحتها تهززها والزيتون يطيح في فمها. الخدمة اللي تخدمها الماشينة في نهار يخدمها 100 عبد في نهار، بس سهلها وتوعرها على روحك كل شيء يبدا هنايا. هاي المعصرة تاع الزيتون تخدم بالكوستين، ما كاين لاش الماء لا مورد لا ريحة المورد. ها المعصرة جاية فلافيل، واحد ما يشكيش بريحة المورد. هذو الصمام اللي راهم هنا الورق تاع الزيتون، باسكو مو هما كيجيبوه يكون كاين فيه الورق تاع الزيتون. بعد ما الماشينة تغسلو تخرج الزيتون وحده، وتخرج الورق تاع الزيتون وحده، بصح الشلمة تخرج وحدها. كي يطحنوه المورد يدخل في الزيكو، والزيكو هنايا كلشي مكاسري، والشلمة تهبط ديريكتومو في ليشيمي كي يتعمر يقلع يرون بلاصي صاحبو. هم هذو هنا اللي يبيعوا الزيتون، يجيبوه هنا يوزنوه ومن بعد يفرغوه لتحت، والماشينه اوتوماتيك تطلعوا وين يغسلوه، ومن بعد كي يتغسل يجوز للمرحله الاخرى، يتطحن ويتصفى، تروح الشلمه بجهه والمورج بجهه. هاو كيما راكم تشوفوا، ها تخدم بالكوستيم هنا. ها هو لك الصوندات تاع الزيت، تحسب صوندات تاع البترول. وهنايا وين يتغسل الزيتون، ومن بعد هذيك يجوز لهيها، ثم كي تطحن تتصفى الزيت، المورج يروح للزيكو، والشلمه تهبط ديريكت من تحتها. كاين ليسيمي غير يتعمر يقلع. ها يا خوتي، على بروكسيما.